أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا بكل خير. قال مدير الحملة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية بمدينة طنجة أن حزب المصباح يتبع استراتيجية واضحة ومدققة بغية الوصول إلى المواطنين والناخبين وإقناعهم بجدوى التصويت لصالح الحزب، مشيرا إلى أن الأخير قد اتخذ إجراءات محفزة في اتجاه تحسين حضور المرأة في اللوائح الانتخابية. عندنا خطة انتخابية أنهيناها منذ مدة معتبرة قبل نهاية الحملة الانتخابية، قبل بداية الانتخابات، فيها برنامج مدقق وفيها استراتيجية انتخابية واضحة بمحاور وبأهداف وبوسائل محددة هي اللي كننفذوها في هذه الأيامات. احتل المغرب مرتبة متأخرة في المؤشر العالمي للحرية البشرية والذي وضعته ثلاث مؤسسات علمية تنتمي لكندا وسويسرا والولايات المتحدة الأمريكية، حيث اتفقت المؤسسات الثلاث على وضعه في المرتبة 122 عالميا من أصل 152 بلدا شملها المؤشر. وجاء المغرب في خانة الدول التي لا يتمتع مواطنوها بهامش حرية اقتصادية وفردية كبيرة حسب المؤشر العالمي الذي اعتمد على 76 مؤشرا للحرية الفردية والاقتصادية. من المنتظر أن يزور الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند المغرب في شتنبر المقبل من أجل إغلاق ملف المصالحة معه بشكل نهائي حسب ما نقلته مجلة الفيس دي الفرنسية. وأشار المصدر نفسه إلى أنه من المنتظر أن يلتقي أولوند بالملك محمد السادس في مدينة طنجة بين 19 و20 شتنبر المقبل. أوقفت السلطات الفرنسية أمس من الخميس الصحفيين الفرنسيين إريك لوغون وكاثرين غاسي إثر اتهامهما بابتزاز الملك محمد السادس ومطالبته بمبلغ 3 ملايين أورو كي لا يتم نشر كتاب جديد ألفه حول القصر الملكي. الصحفي الفرنسي البالغ من العمر 68 عاما سبق له أن نشر مجموعة من المؤلفات حول المغرب. لأول مرة منذ انطلاق شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك، أعلن المؤسس والمدير التنفيذي للشركة مارك روزنبرغ أن عدد مستخدمي الموقع بلغ 1 مليار مستخدم في يوم واحد فقط، وذلك يوم الاثنين الماضي، ما يعني أن 1 من كل 7 أشخاص على الأرض استخدموا فيسبوك للتواصل مع أصدقائهم وعائلتهم. روزنبرغ قال عبر صفحته الرسمية على الموقع ذاته أنه في العادة يتم حساب المتوسط للمستخدمين يوميا وشهريا، ولكن هذا يختلف تماما عن أي أرقام سابقة لأن هذه هي المرة الأولى التي وصل فيها الموقع لهذا الإنجاز. رياضيا، اختير الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة الإسباني أمس الخميس كأفضل لاعب في أوروبا لموسم 2014 و2015 في موناكو على هامش عملية سحب قرعة دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وتفوق ميسي على البرتغالي كريستيانو رونالدو أفضل لاعب في العام الماضي ولاعب برشلونة الآخر الأوروغوياني لويس سواريز، وكان ميسي المرشح الأوفر حظا بعد تتويجه مع النادي الكتالوني برباعية الدوري والكأس المحليين ودوري أبطال أوروبا والكأس الأوروبية الممتازة، وحل وصيفا مع منتخب بلاده في مونديال البرازيل، كما تأهل للمباراة النهائية لكوبا أمريكا. نهاية الموجز في أمان الله.